ده ان شاء الله ليسون 5 كونسبت 1 2 بيقول لي اول سؤال انجينيرز ديزاين سبيشال ديفايس تو ورك ان ستيت اوف نقط اورجان ويتش فلتر ذا بلاد. اول ما الاقي كلمه فلتر ذا بلاد يبقى كدني على طول كدني. طيب السؤال رقم 2 بيقول لي نيفرون بلاي امبورتنت رول ان ايه. اول ما الاقي نيفرون او كدني يبقى فلتريشن ذا بلاد. لو كدني او نيفرون فلتريشن ذا بلاد. نمبر 3 بيقول لي among substances that can't pass through the kidney مين المواد اللي مش بتعدي من الكدني؟ البلاد اند بروتين عشان دول حجمهم كبير. السؤال رقم 4 يورينيشن. اليورينيشن بيجي بمساعده انهي سيستم؟ اكيد يورينري سيستم. طب التو كدني ريموف ويست زي مين؟ بيطلعوا ايه؟ بيطلعوا يوريا اند ووتر. صح وغلط اول سؤال؟ الكدني ار كونسيدر اس فلتريشن سيستم. هقول له صح. بيبول هوز كدني ار نوت وركينج بروبرلي ماست يوز ديفايس تو فلتر ذا بلاد. صح. الناس اللي الكليه بتاعتهم مش شغاله كويس لازم يستخدموا جهاز ينقي الدم. صح. بروتين كان باس روزا نيفرون ممنوع البروتين يعدي من النفر. ستادينج ذا كدني موديل كان سيف تايم ماني اند ايفورت. لما ادرس نموذج للكدني بيوفر معايا مجهود طبعا بيخليني ادرس الحاجه بدل ما اعمل تشريح للجسم. ذا تو كدني ريموف ويست فروم اندايجستد فود. لا التو كدني ريموف ذا ويست فروم ذا بلاد. يبقى الاجابه دي غلط. الكومبليت بيبول هوز كدني ار نوت وركينج ويل زير نقط كانت بي فلتر. مين اللي مش هيتفلتر؟ البلاد الدم بتاعهم مش هيتفلتر. يبقى دي نمبر 1. سم سبستانس كان باث ثرو ذا نيفرون. مين اللي بيعدي جوه النفرون؟ هقول له اليوريا بيعدي جوه النفرون. لكن مين اللي مش بيعدي؟ البروتين. يبقى دي رقم 2 برضه. يدي 2 الاولى ودي 2 الثانيه. رقم 3 الميكروسكوب فلتر ويتش ار مايكروسكوبيك فلتر. مين الفلتر اللي حجمه قد ما يتشافش غير بالميكروسكوب؟ لو لقينا فلتر يبقى نفرون. نمبر 4 وي كان سيف ذا بيبل لايف. اقدر احافظ على حياه الانسان ان انا اعمل ايه؟ كدني موديل. اعمل نموذج بدل ما ايه؟ بدل ما افضل كل واحد ادخله عمليه واشوف الكدني شكلها ايه؟ بعمل نموذج وادرس عليه. نمبر 5 ويست ماتيريال ار ريموفد باي هيلب اوف يورينري سيستم ان فورم اوف ايه؟ بيطلع في صوره ايه؟ ان فورم اوف يورين. بيطلع في صوره يورين. Give reason ليه البلاد سيل اند بروتين كانت باص ليه ما يقدرش يعدي. هقول له because they are large in size. الوات هابن بيقول لي ايه اللي يحصل لو البلاد دونت باص روز الكدني. لو الدم ما عداش للكدني مش هيحصل له فلتره. يبقى not filter the blood from waste. هنا بيقول لي الشكل ده شبه مين. اول ما الاقي فلتر يبقى كدني على طول. يبقى اللي بيعمل فلتره هتبقى كدني. رقم 2 الميكسشر ايه؟ فين الميكسشر ايه؟ اللي بنحطه فوق ده رايز وسولت ووتر. ده كانه ايه؟ كانه البلاد بس بيفور فلترنج قبل ما فلتره. ما الدم اللي قبل ما فلتر هو اللي بينزل كده كانه جوه المصفى. طيب السؤال رقم 3 بيقول لي بي ده بعد الفلتره. بعد الفلتره يبقى هو ايه؟ ده الدم المتفلتر ولا اليورين؟ لا اللي فيه ميه وملح ده اليورين. طيب رايز ان ذا اوبوزيت فيجر. الرايز يمثل مين؟ احنا قلنا المنظر ده لو لقينا صوت الصوت شبه اليوريا. طب والرايز شبه البروتين.